عسلامة هدى مازني من عين زغوان. ما نعطيك صوتي كان ما تضمن اللي فما عدالة اجتماعية، اللي فما توزيع عادل للثروات بين الجهات، اللي معناها الظروف الصحية في المستشفيات والواحد تكون معناها في أحسن، على الأقل تكون تلبي الحاجيات والشروط الصحية اللي متوفرة في العالم الكل. إلا ما توفر لي نقل عمومي معناها باهي، والعبيد الكل معناها تنجم تتنقل بسهولة. معناها علاش 50,000 إنسان يطلعوا في كار واحدة ودزين وواحد الكل، وإلا ما توفر لي كياس باهي زادا باش معناها الإنسان الكراهب متاع العباد اللي مشيت تصب قطرة ما تفيض الدنيا كل ويصير ما يصير. ما نعطيك صوتي كان ما توفر اللي تهتم بالشباب اللي مهمش في الجهات الداخلية، خاصة اللي بالحق يعني في فقر وفي خصاصة وفي برشا حاجات، حتى الظروف الصحية مش متوفرة شيء ما هو متوفر معناه. وخاصة أنا اللي خدمت متطوع مجتمع مدني في عديد من الجهات، معناها حاجات بالحق معناها يندى لها الجبين.